بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الأولى عندنا في الميديكال امبورتنت ارثروبودز، بناخد فيها انترودكشن عن الميديكال امبورتنت ارثروبود والميديكال انتمولوجي. فبنعرف يعني ايه في الأول ارثروبودا أو ارثروبودز. الارثروبودز يعني الممبرز بتاعت الفايلم دي بيبقى ليهم جوينتد لمبس. جوينتد لمبس ده بيبقى ميديكال انتمولوجي، بيبقى بارت اوف ساينس ديلينج مع الارثروبودز، اللي هي ايذر ان هي كوزنج ديزيز أو ترانسميتنج ديزيز أو اكتنج از ا فيكتور انترميديت هوست transmitting parasites. فبالتالي بنهتم بالبيولوجي بتاعت الارثروبودز دي عشان نعمل كنترول ليها، بما ان هي اما انها بتنقل ديزيز او هي نفسها causing disease، وبالتالي فبنعمل كنترول للارثروبود بورن ديزيز دي، وده very important. ايه الجينر كاركترز عندنا للارثروبودز او لفايلم ارثروبودا؟ دي بتبقى عباره عن ارثروبودز بايلاترال سيمتريكال، ليها كايتينيوس اكسوسكيلتون. السكيلتون بتاعها بيبقى عباره عن كايتينيوس، بيتكون من الكايتين، ودي سبستانس بتبقى هارد. البادي بتاعها بيبقى سيبريتد برينكس او بسيجمنتس، ليها جوينتد لمبس او جوينتد ابندج، ليها بودي كافيتي، والبودي كافيتي بتاعها بيبقى كونتينوس زي ما احنا شايفين، كونتينوس بودي كافيتي بنسميه هيموسيل، بيبقى فيلد ويز بلود. البلود بتاع الارثروبود بنسميه هيمولينف. يبقى البودي كافيتي اسمه هيموسيل، تمام، جواه الهيمولينف. وليها دايجستيف سيستم. الارثروبود ليها كومبليت دايجستيف تراك. دايجستيف تراك زي ما احنا شايفين يعني بيتقسم لثلاثه بارتس على حسب المكان، فورجت على حسب المكان بتاعه. فورجت ده المنطقه الاماميه اللي بتشمل فورجت ده بيبقى المنطقه الانتيرو اللي بيبقى فيها البروبوس او الماوس بارت بتاعتها، وهاي اند جات اللي هي وبعدين الميد جات اللي هي الميدل الماوس بارت ريجن، وفورجت وهاي اند جات ده بيبقى البوستيريور بارت بتاعتها يعني تعمل تقص وتمص الدم. الماوس بارت بتاعتها ده فور بايتنج شيوينج يعني بتقرص. ليها سليفري جلانس، والسليفري جلانس عندنا دي مهمه جدا، وشيوينج او سليفري جلانس بتطلع سليفري سكريشنز والسلايفا، دي حاجه مهمه. اهم ما في سليفري جلانس بتاعتها، لان السليفري سكريشنز بتبقى مهمه جدا في ترانسميشن اوف ديزيز. السكشواليتي بتاعتها دي بيبقى سيبر سكس، بنلاقي فيها اضل ميل وفيميل، والاكسترنال جينيتال بتبقى كاركترستيك وليها رول في الفاليو اوف مورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن، سواء كانت ايديكاس مثلا او البيرد بلاس حسب السبيشيز. بنفرق بيها السبيشيز عن بعضها وبنفرق بيها الميل عن. ايه الميديكال امبورتنس في ارثروبودز؟ احنا قلنا الارثروبودز اما هي نفسها كوزنج ديزيز او ترانسميتنج ديزيز او اكت از فيكتور. كوزنج ديزيز عن طريق الادلت ستيج او اللارفا ستيج. الادلت ستيج ممكن تطلع اليرجيك سبستانس او بتطلع بويزنس ماتيريال عن طريق البايت بتاعتها، ودي بتعمل مثلا فيتال كومبليكيشن زي التيكس، تعمل تيك باراليسيس. السكوربيونز بتطلع الفينوم بتاعها، وبالتالي الانكيليشن بتاع البويزنس سبستانس هو اللي هيعمل الديزيز. او ان الادلت نفسها بتعمل انفيجن مثلا للسكن في الاكتو بارازايتس، تمام، بتعمل انفيجن للسكينز وبتعمل كوتينيوس ليجن زي مع الايه مع السكيبز والمايتس. او ان البايت نفسها عامه بتعمل انوينس للهيومن والدوميستيك انيمالز عن طريق البايت بتاعتها. اللارفي بنلاقي اللارفي لبعض الفلايز بتعمل ديز اللي احنا بنسميه المايزس. ده بيحصل فيه ان اللارفا ستيج بتاعت الفلايز بتعمل انفستيشن للايه للهيومن او للانيمال تيشو، بتدينا ديزيز اللي بنسميه مايزس اللي هنشرحه قدام. تاني أهمية للأرثروبودز إن هي transmitting disease. الديزيز ده بتنقله بطريقتين، في حاجة اسمها anterior station transmission، حاجة اسمها posterior station transmission. يعني بتنقل الديزيز مع السليفر سكريشن اللي بيطلع من الأرثروبود مع البايت بتاعتها، زي في التريبانسومز اللي بتنقلها الجلوساينا، أو إن الميكرو أورجانيزم بيعدي من الجت بتاعت الأرثروبود وبينزل مع الفيسز بتاعتها، ويحصل كونتامينيشن للبايت ووند أو للأبريجن الموجودة في السكن بالفيسز بتاعت الأرثروبود اللي هي انفكتد وفيها الانفكتد مايكرو أورجانيزم، زي الوينجد باج وتريبانسوما كروزاي اللي بينقلوا لنا شاجس ديزيز، وده بنسميه بوستيريور ستيشن ترانسميشن. او ان يحصل كراشنج للارثروبودز على سكن، وخاصه لو كان سكن ده في ابريجن او في اي ليجن، فهيحصل مثلا ان بيبقى موجود المايكرو اورجانيزم موجود في البادي كافيتي، مش موجود في الجد لكن موجود في البادي كافيتي، احنا سميناه الهيموسيل، فبيحصل انفكشن وانفيجن للهيومن تيشو بالمايكرو اورجانيزم. فبالطريقه دي بيحصل ترانسميشن للديزيز.
واخر حاجه ان الارثروبودز دي اكت از ا فيكتور اكت از انترميديت هوست، بتبقى موجوده فيها اللارفا ستيج بتاعه البارازايتس او بتاعه الهيلمنتس. لما نيجي نوصف المود اوف ترانسميشن اوف ديزيز باي ارثروبودز، يعني طريقه العدوى ازاي بتحصل العدوى بالارثروبودز، هل الارثروبودز دي بتنقل الباثوجين او بنقل الاورجانيزم ميكانيكالي ولا بيولوجيكالي؟ ميكانيكالي بتبقى فيها او الميكانيكال ترانسميشن بتبقى فيها الارثروبود اكت از كارير، بيبقى ناقل بياخد الباثوجين زي البروتوزوا السيست او الهيلمنسز الايج وبياخدها في الليجز بتاعته او في البروبوزز بتاعته وينقلها للفود مثلا بتاعنا، فيجي الهيومن ياكل الفود ده فياخد معاه الاورجانيزم لانه بقى كونتامينيتد بالايه بالسيس او بالايجز زي مع الهاوس اوف فلايز زي الذباب اللي بينقل لنا الانساميبا سيست او الجيرديا سيست او الاسكاريس ايج وهكذا. يبقى هو هنا كاس اكت از باسيف كارير، ناقل بينقل بس برجليه او بالبروبوزس بتاعه الايه الباثوجين او المايكرو اورجانيزم. اما لما نيجي للبيولوجيكال ترانسميشن ده فبيبقى فيه كذا نوع، في حاجه اسمها بروباجيتيف وسايكلو ديفلوبمنتال وسايكلو بروباجيتيف وترانس اوفيريان. الانواع دي بيفرق فيها الجنسم بيحصل له ايه جوه الحشره. البروباجيتيف البوزيتيف اورجانيزم بيحصل له مالتيبليكيشن من غير ما يحصل له ديفلوبمنت، يعني بيزيد في العدد بيتكاثر فقط في العدد لكن مش بيحصل له فيرذر ديفلوبمنت، مش بيتغير الستيج بتاعته. دي بنلاقيها مع الفيرال والبكتيريال ديزيز والريكيتشال ديزيز اللي بتنقلها الارثروبودز زي الفليز اللي بتنقل الارسينيا بيسس اللي بيعمل البليك. تمام، هو انا بيحصل له بروباجيشن يعني بيحصل له مالتيبليكيشن وزود ديفلوبمنت. السايكلو ديفلوبمنتال العكس، الكوزيتيف اورجانيزم بيحصل له ديفلوبمنت ان ستيج يعني بيتحول من مرحله لاخرى من غير ما يزيد في النمبر، زي في الهيلمنسز بارازايتس زي مع الفيلاريال وورمز. تمام، اللي بتتنقل عن طريق الموسكيتوز الكيولوكس وكده، بيحصل تطول اللارفا ستيج جوه الارثروبود من غير ما يحصل له مالتيبليكيشن في النمبر، فهنا بيحصل له ديفلوبمنت ان ستيج وزود مالتيبليكيشن، ده بنسميه سايكلو ديفلوبمنتال. تمام، السايكلو بروباجيتيف بيبقى فيها الكوزيتيف اورجانيزم بيحصل فيه الحالتين، يعني بيحصل له مالتيبليكيشن اند ديفلوبمنت زي مع الملاريا مع الليشمانيا، الحاجات اللي بتتنقل بساند فلاي، الملاريا اللي بتتنقل بالموسكيتو بيحصل فيها الحالتين ان بتزيد في النمبر وفي نفس الوقت بيحصل لها ديفلوبمنت في الستيج بتاعتها او في اللايف سايكل بتاعتها. الترانس اوفيريان ترانسميشن بيحصل فيها ان البارازايت بيتنقل من ستيج للاوفر سبرينجز، يعني بتبقى موجوده الاورجانيزم في اليوترس وبيدخل جوه الايجز بتاعه الارثروبوت وبعد كده يبتدي يخرج مع الاوفر سبرينجز مع اللارفي ونيمس اللي بتتكون بعد كده. دي بنلاقيها مثلا في التيك بورن ديزيز زي البابيزيا اللي بيحصل فيها ان بتبقى بتدخل جوه اليوترس وبتبتدي تتنقل للسكند جينيريشن اللي بيتكون للارفي اللي هتتكون من التكس دي، فده بنسميه ترانس اوفيريان ترانسميشن، يعني بيتنقل من وان جينيريشن تو ذا اذر من الادلت للايه للارفي والارفي بعدين هتبتدي تدي ادلت تاني فبتدي تتنقل لمجموعه اخرى من التكس، فده بنسميه ترانس اوفيريان ترانسميشن.
الميتامورفوز او الديفلوبمنت في الارثروبودز باختصار هو حاجه من اتنين، لا اما الارثروبود ده اللايف سايكل بتاعته بتبقى كومبليت ميتامورفوزس بنسميها هولو ميتابولا، او انكومبليت ميتامورفوزس بنسميها الهيمي ميتابولا. في الهولو ميتابولا بنلاقي بيبقى فيه ستيجز ادلت ايج لارفا بيوبا، كل دي الانترميديت ستيجز اللي ما بين اللي في موجوده في اللايف سايكل للارثروبودز بيبقى كلهم كومبليتلي ديفرنت في المورفولوجي وفي الهابيتات والبيونومكس بتاعتها عن بعض، الهابيت اوف فيدنجز وهكذا. زي في الموسكيتو بنلاقي في ادلت ايج لارفا بيوبا، كل واحده فيهم تبقى موجوده في مكان، كل واحده فيهم ليها هابيت اوف فيدنج مختلفه ومختلفه في الشكل والمورفولوجي، فدي بنسميها كومبليت ميتامورفوزس. الانكمبليت ميتامورفوزس هو عباره عن ايه، او الهيمي ميتابولا ده بتبقى الادلت ارثروبود بتبقى لينج اكس، الاكس دي هتطلع كذا نيمفالستيج، يعني كذا نيمفالستيج 1 2 3 4 على حسب، خلاص كل النيمفالستيج دول تمام، او النيمفز دول اللي طلعوا الانترميديت ستيج دول بيبقى كلهم شبيهين، بيبقوا سيميلر للادلت ستيج، بيبقى واخدين نفس شكل المورفولوجي والفيدنج هابت بتاعه الادلت ستيج، بيبقوا مختلفين انهم بيكونوا اصغر شويه في الحجم، يكونوا الكالر بتاعهم بيكون بيلر شويه ابهت شويه، ال بيبقوا سيكشوالي اماتيور انهم لسه اماتيور ستيجز خلاص، لكن المورفولوجي والفيدنج هابت كلهم بيبقوا شبه الايه، شبه سيميلر تو الادلت ستيج زي البجز وزي اللايس. فاحنا اللايف سايكل احنا عامه مش هنشرح تفصيل اللايف سايكل، هنقول الارثروبود ده هل هو كومبليت ميتامورفوزس او انكومبليت ميتامورفوزس، يعني نفهم منه هل هي الانترميديت ستيجز بتاعته عباره عن لارفا وبيوبا وبيبقوا مختلفين عن الادلت في مكان البريدنج بتاعهم والفيدنج هابت والمورفولوجي، ولا هي انكومبليت ميتامورفوزس بيبقى الانترميديت ستيج عباره عن نيمف وهي شبيهه طبعا بالادلت في المورفولوجي وفي الفيدنج. لما نيجي للكلاسيفيكيشن بتاعه الارثروبود، الكلاسيفيكيشن بتاعه الارثروبودز بنقسم الارثروبودز على اي اساس؟ بنقسمها لكذا كلاس. كلاس عندنا اول كلاس حاجه اسمها كلاس انسكتا، كلاس انسكتا، كلاس انسكتا دي او الهكسابودا من اسمها هكسابودا، بودا هي البودس اللي هي الفود بورت، هكسا يعني ليها 6 فود بورتس، يعني ليها 6 رجلين، 3 بيردز، 3 بيردز اوف ليجز، بنلاقي ليها 3 بيردز اوف ليجز تمام. بتقسم البادي بتاعها الهيد وثوركس وابدمن، والهيد وثوركس والابدمن فيها بيبقوا سيبريت ما هماش فيوزد في بعض ولا حاجه، هيد وثوركس وابدمن. الهيد عليه 1 بير اوف انتنا، 1 بير اوف انتنا اللي هي قرون الاستشعار بتاعتها خلاص، دي السنسوري بارت بتاعها هي اللي بنسميها الانتنا تمام. وبعدين الثوركس بنلاقي كانت عليها 1 بير اور 2 بيرز اوف وينجز خلاص، بنلاقي عليها لا اما 1 بير اوف وينج لا اما ما نلاقيه 2 او ما نلاقيش وينجز خالص، وبيبقى اتاتشد مع الثوركس 3 بيرز اوف ليجز، وبعد كده الابدومن اللي هو بيبقى سيجمنتد تمام. كلاس انسكتا ده بيشمل كذا اوردر، كذا فصيل تحتيه، بيشمل الديبترا والهيمبترا والسايفونيبترا والاونيبلو والانوبلورا اللي هما باختصار اللي هما بتشمل الانسكتا دي بتشمل الفلايز والموسكيتو والبجز والفليز واللايس، الفلايز والموسكيتوز البجز الفليز اللايس، يعني بتشمل الذباب والبعوض والبجز والبراغيث واللايس اللي هو ده كلاس انسكت. كلاس اركنيدا بنسميها اوكتوبودا او اوكتابودا، الاوكتوبودا او الاوكتوبودا ده من اسمها يعني الليجز بتاعها 8 8 بيبقى ليها 4 بيرز اوف ليجز، بنلاقي ليها حاجه اسمها كيفالوثوركس اند ابدومين، كيفالوثوركس يعني بنلاقي الهيد بارت والثوركس فيوز مع بعض بنسميها حاجه اسمها كيفالوثوركس، او تلاقي الهيد والثوركس والابدومين كله مع بعض فيوزد بنلاقيهم وان سيجمنت زي في التكس كده خلاص، بنلاقيها كله عباره عن وان سيجمنت زي في التكس. بتلاقي الهيد بارت بنسميها كابيتولام بيبقى صغير كده، بيبقى بروجكتنج من الانتيرور بارت بتاعتها، مش هنلاقي فيها انتنا، بنلاقي ليجز 4 بيرز اوف ليجز ما بنلاقيش فيها وينجز، دي بتشمل التكس بتشمل المايتس، بتدخل تحتها برضو السكوربيونز والسبايدرز، السكوربيونز والسبايدرز دي بنسميها اخر كلاس اللي هو كلاس كراستيشيا. الكراستيشيا او القشريات بيبقى عباره عن كفالوثوركس وابدومين، يعني الهيد والثوركس فيوزد مع بعض، وبعد كده دي الابدومين تمام،
ليها two pairs of antenna، زوجين من الأنتنة، واحد بيبقى long والتاني short. الليجز فيها بتبقى بنسميها بايرمس ليجز، بايرمس ليجز يعني بتبقى فيري شورت ليجز، الليجز بتبقى صغيره جدا تمام، ملهاش وينجز، تشمل الايه السايكلوبس والكريفيش. السايكلوبس تمام اللي احنا هندرسه في الاخر خالص ده، والكريفيش ده اللي بنسميه الووتر فلي. اول حاجه في الميديكال امبورتنت ارثروبودز اللي هي كلاس انسكت، احنا قلنا كلاس انسكتا اللي هم ليهم ميديكال امبورتنس اللي هم الديبترا والهنيبترا والسايتنيبترا والانيبترا. لما هنبدا باول حاجه اللي هي الموسكيتوس، الموسكيتوس ده شكل الموسكيتو قدامنا، وده فرق بين الميل والفيميل، وهتلاقي الفروقات ما بينهم بتبقى بشكل الايه الانتنه واللينس بتاع المجزيلاري بالب، وده هتاخده في العام. اول حاجه اوردر ديبترا اللي هي تشمل الموسكيتوس والفلايز، سب اوردر ماتسيرا وفي فاميلي كريسيدي، دي اول حاجه. المهم بالنسبه لنا شكلها عامل ازاي الموسكيتو، وصف الموسكيتو باختصار. الموسكيتوس باختصار الموسكيتو بنلاقيها بتبقى لونج سلندر انسكت او حشره، بتبقى رفيعه كده تمام وطويله، ليها هيد وثوركس وابدومين. الهيد بنلاقي عليها الاوكيلار اوسيلي، او بنلاقي عليها بير اوف ايز، وبنلاقي ليها انتنه، بنلاقي ليها بروبوزس، ادي الانتنه اهي وبتبقى هي دي انتنه، وبنلاقي ليها بروبوزس ده اللي بنسميه الماوس بارت بتاعها، وبنلاقي في حاجه اسمها تو ماكسيلاري بالب، بنلاقي فيها حاجه اسمها تو ماكسيلاري بالب، دي الماكسيلا بتاعتها تمام، وده الماوس بارت بتاعها، ده الهيد بارت. الثوركس بتاعها بيبقى اتاتشد ليه بير اوف وينجز تمام، الوينج بتاعها بيبقى ممبرينس عامل زي الممبرين، وليه كاركترستيك فينيشن، الفينز اللي فيه بيبقى ليها شكل معين. وبعد كده الابدومين هو بيبقى لونج سلندر، بيبقى حوالي 10 سيجمنت، وبينتهي في من في الاخر الجينيتال اورجانز اللي هي سواء كانت كلاسبرز في الميل او اللي هي شكل كلاسبرز في الميل. والتفصيلة المورفولوجي بالنسبه لنا مش مهمه قوي، بنلاقي ليها فيبرز اوف ليجز بتبقى اتاتش للثوراسك سيجمنت، ده باختصار شكلها. دي الادلت، في عندنا اللارفا تمام، وعندنا البيوبا. اللارفا والبيوبا، الموسكيتوس بتضع الاجز بتاعتها على الووتر سيرفيس، اي ووتر كولكشن خلاص على سطح الميه تمام، سواء كانت هتضع الاجز سوليتري كده بتبقى مفرده، او جرافت يعني في تجمعات، هتهاتش الاجز دي وبتطلع لنا اللارفي. اللارفي بعدين لما تكبر بتتشرنق وتدخل جوه شرنقه اللي بتدي بنسميها البيوبا. البيوبا بيبقى شكلها كوما شيبد زي الكوما كده خلاص، او حرف الواي. اللارفا والبيوبا الاثنين بيبقوا اكواتيك يعني بيبقوا عايشين في الميه، الاثنين بيبقوا اكواتيك يعني بيبقوا جوه. اللايف سايكل اوف موسكيتو زي ما قلنا، الموسكيتوس دي من الحاجات اللي ليها كومبليت ميتامورفوزس، يعني الفيرتلايزد فيميل هتضع الاجز بتاعتها على الووتر سيرفيس زي ما احنا شايفين في جرافت مثلا او سوليتري، الاجز دي بتهاتش وتطلع منها اللارفا، اللارفا بتبقى سويم ان ووتر تمام، وبعد ديفرنت ستيجز من الارفي، فيرست ستيج وسكند ستيج وثيرد ستيج، بتدينا البيوبا. البيوبا او الشرنقه بتبقى ان اكتيف، مش فيدنج، ما بيحصلهاش فيدنج ولا حاجه، بتقعد فتره في الميه، وبعد كده بتطلع الادلت ايمرج من البيوبا وتدينا ادلت، تدينا ادلت مره ثانيه. السايكل بتاعتها كلها ممكن تاخد حوالي اسبوع. الايجيبشن موسكيتوز، الموسكيتوز المنتشره في مصر تتبع تو فاميليز، فاميلي انوفوليني وكيوليسيني. انوفوليني اللي هي الانوفلس سبيشيز، والكيوليسيني تشمل الكيوليكس والايدس. الانوفوليني السبيشيز الكومن في مصر الانوفلس فارونينسيس والسيرجنتي والمالتي كولر والجامبيا. مين الكومن ومين اللي تشيف فيكتور اوف مالاريا ان ايجيبت؟ الانوفلس فارونينسيس. المهم عندنا اللي نعرفها ان في حاجه اسمها انوفلس جامبيا اللي هي رقم 4، دي مش ايجيبشن موسكيتو، لكنها انتروديوست لمصر، جت كانها فيزيتنج ايجيبت وعملت ابيديميك اوف مالاريا زمان في الاربعينات، لكن دلوقتي هي مش موجوده، ودي بتنقل
التشيف ام دي من الفيكتورز اللي بنقول لنا المالجنت ملاريا، والحمد لله انها دلوقتي مش موجوده. لكن الانفلس فرنسيس ده التشيف فيكتور اوف ملاريا في مصر. بتعيش السبيشيز دي فين؟ بتعيش على الووتر كوليكشن، سواء كانت الرايس فيلدز اي كوليكشن، البولز، اي سمول كوليكشن اوف ووتر هتلاقي بتعيش عليها الانوفلس موسكيتو. تاني فاميلي، فاميلي كوليسيني، ودي فيها الايديس والكيولكس. الايديس ايجيبتياي دي بتبقى كانت فاوند ثرو اوت ايجيبت، موجوده في كل مصر و هيفي انفستد ولا زالت موجوده. بنلاقي كلر بتاعها بيبقى دارك كلر ان كلر، بتبقى بلاكش كده شويه. بتبقى موجوده على اي ووتر كوليكشن، الووتر تانكس، البارل، الزير يا جماعه اللي بتبقى تحته شويه ميه، او اي كوليكشن في الساقيات والكلام ده، الاستاجننت ووتر عامه. تمام، دي الهابت فيد بتاعتها انها بتبقى بايت ديورينج داي، يعني دايورنال مش نوكتيورنال في البايت بتاعتها. الاي سي جي بي اي خطيره، لان دي من ضمن الحاجات اللي بتنقل اليلو فيفر، والحمد لله انها دلوقتي اكستريمينيتد مش موجوده في مصر. لكن في انواع اخرى من الايديس غير الايديس ايجيبتي. الكيولكس بايبنس دي الكيولكس الموسكيتو العاديه اللي هي الجريش اللي بتبقى موجوده في البيوت عندنا، دي بتبقى جريش يلو ان كلر، ودي بتبقى البريدنج بتاعها على اي ووتر كوليكشن، ودي بتبقى نوكتيورنال في الفيدنج هابت بتاعتها، يعني بتقرص بالليل. طيب الميديكال امبورتنس، ايه اهميه الموسكيتوز؟ يعني بتنقل لنا ايه كديزيز؟ خلاص الموسكيتو نفسها عامه البايت بتاعها بتبقى ايرتنت وبتعمل لنا في ناس تعمل لها ارتكاليا البايت بتاعتها وكذا، وبتسيب مكانها اللي هي الايه الكابيولز بتاعه البايتنج. لكن هي الموسكيتوز دي هل هي ليها ميديكال امبورتنس؟ هي ترانسميتنج ديزيز، وديزيز مثلا تبقى خطيره. تمام، الموسكيتوز من اشهر الحاجات اللي تنقل لنا في الديزيز. الانوفلس بتنقل لنا الملاريا، خلاص، والملاريا دي في منها سبيشيز كتير فيتال. تمام، ذا سكند كومن كوز اوف ديث وورلد وايد، خاصه في البلاد الافريقيه وفي اليمن وفي المناطق دي، يبقى ترانسميتنج الملاريا. بتنقل البانكروفتي انفيلارايسس في بعض البلاد، والشراريا بانكروفتي ممكن تتنقل بالانوفلس مش بس الكيولكس. الكيولكس بتنقل الفلاريا، البيرد ملاريا، الملاريا بتاعت الطرور. بتنقل فيرال ديزيز زي الانكفلايتس فيروس وريفت فالي فيفر. الايدس بتنقل اليلو فيفر، وده فيتال، البلاد اللي فيها اليلو فيفر دي بيبقى فيها كوارنتين حجز صحي للناس اللي رايحه لها والناس اللي ايه اللي داخله فيها. الدنج فيفر، حمى الدنك، ودي كانت فيها منها اوت بريك كانت قريب من سنتين في البحر الاحمر وفي سوهاج وفي انا. تمام، الدنج فيفر وده فيرال ديزيز، وده بيعمل انكابستيشن وبيعمل هيموريج، والشخص اللي بياخد الدنج فيفر ده بيبقى بيد ريدن وبيتحجز في المستشفى. بتنقل برضو الايدس، ممكن تنقل الفلورايسيس. تمام، في حاجه اسمها زيكا فايروس، وده برضو كان من فتره موجود، وكان موجود في مناطق ديروت والقصيه والحته دي، بنسميه الزيكا فايروس. الزيكا فايروس ده فايرال ديزيز، بيبقى شبه الانفلونزا شويه، لكن خطورته ان لما يصيب بريجننت وومن. تمام، لو بريجننت وومن خدت العدوى بزيكا فايروس اثناء البريجننسي وكانت في الشهور الاولى، معرضه ان يحصل كونجنيتال انوميلي للفيتاس بتاعها، يجيله مايكروكيفالي ولا حاجه بسبب العدوى بزيكا فايروس. مهمه جدا الميديكال امبورتنس بتاعه الانوفلس والموسكيتوس دي، بتاعه الموسكيتوس والموسكيتوس دي عامه بتنقل ايه، سواء كانت انوفلس او كيوليكس او ايديس. الفيرال ديزيز اللي هنقولها اسميها ايه، لان دي مهمه جدا في الكنترول بتاعها. تمام، بما ان الموسكيتوس عرفنا ان هي بتنقل فيتال ديزيز، فلو كان في اوت بريك في ملاريا مثلا حصل، او كان في زيكا فيروس او دينك فيفر انتشرت في مكان، فانا اهم حاجه او اول حاجه اعملها بعد ما انا اعالج البيشنتس الموجودين عندي ان انا اعمل كنترول للناقل للفيكتور اللي بينقل لنا الديزيز. تمام، ده اول حاجه تتعمل، البريفنشن.
البريفنشن يعني عشان امنع لناس تاني تصاب وفي نفس الوقت احد من انتشار المرض. فحاجه اسمها كنترول اوف موسكيتو او الموسكيتو كنترول، ايه هي الميجرز اللي احنا هناخدها عشان نقاوم انتشار الموسكيتوز والايه والديزيز اللي بتتنقل عن طريقهم. فالميجرز دي حاجتين، يا اما ميجرز انا هاخدها اجينست الادلت موسكيتو تمام، او حاجات انا هاخدها اجينست اللارفا. الميجرز اللي هاخدها اجينست الادلت موسكيتوز حاجه ميكانيكال او كيميكال. ميكانيكال اللي بستخدم فيها الوايل سكرينز، بستخدم فيها النتس الناموسيات يا جماعه، خلاص اللي بتتحط كانت زمان بيحطوها على السرير تمام، ايش ان انا استخدم النتس الواير نتس للشبابيك تمام، الشبابيك دي اللي بيبقى فيها تبقى بتتقفل بسلك عشان ما تدخلش الناموس، مهمه جدا ان احنا نستخدمها دي. انا همنع دخول الايه الموسكيتوز اندور انها تدخل جوه البيوت وتبقى انفكتنج البيشنت. طيب مش نافع الحاجه الكيميكال دي، في كيميكال، كيميكال ان انا اعمل سبرينج بانسكتسايدز، ابتدي ارش انسكتسايدز كيميكالز. الكيميكالز دي حاجه من اتنين خلاص، لا اما حاجه ليها رابيد نوكينج داون افكت خلاص، يعني انا برشها فبتموت الادلت موسكيتوز اللي هي موجوده في الوقت ده خلاص، لكن ما يبقاش ليها ريزيدوال افكت، يعني ما يبقاش ليها تاثير فيما بعد خلاص، ما تسيبش اثر. يعني انا لو رشيت الموسكيتوز النهارده فتحت الشباك ممكن تدخل تاني ادلت موسكيتوز، ما فيش اي مشكله. دي زي البيريسرام اللي احنا بنسميها البيريسرام. في كيميكالز ثانيه او انسكتسايدز ثانيه زي الجامكسان والدي دي تي، دول بيتميزوا انهم ليهم برولونجد كيلينج افكت او برولونجد ريزيدوال كيلينج افكت، يعني انا لو رشيتهم في مكان ممكن المكان ده يقعد 3 شهور ما فيهوش موسكيتوز، 3 شهور او اكتر ما فيهوش ايه موسكيتوز، بس مشكلتهم انه بيبقوا توكسيك شويه، بيبقوا توكسيك. الدي دي تي طبعا والجامكسان الحاجات اللي هي كمان تاثر على الهيومن، ممكن كمان تاثر على الهيومن. فانا عندي حاجه من اتنين، الانسكتسايدس اللي انا هرشها يا اما حاجه ليها رابيد نوكينج داون افكت يعني ليها تاثير وقتي تمام بتخلص لي من قضه المشكله زي ما هي موجوده، دي زي البايرسرام، او حاجه بتسيب ريزيدوال افكت، دي ممكن استخدمها في المكان المفتوح شويه اللي ما فيهاش هيومن خلاص، الاماكن البريدنج بليسز اللي فيها الادلت كتير وانا شايفها زي الجامكسان وزي الدي دي سي، بحيث ما يبقاش ليها تاثير مباشر على الهيومن وتسبب له اي توكسيستي. او استخدم الريبيلانس، انا في مكان مفتوح، هبقى الناس اللي بتعمل كامبينج بره وتخييم وبتطلع في اماكن مفتوحه ومعرضه انها تتعرض لموسكيتوز، وما تستخدم الريبيلانس. الريبيلانس دي بترشها على الجلد زي سبريز كده او اويلز بتترش على السكن، فتمنع ان الادلت دي الاكسبورد از المرتست انها تتقرص بالايه بالهيومن. انا بمنع الادلت ان هي تبقى ايه يعني طارده، بمعنى اصح ان هي طارده تطرد الادلت موسكيتو من ان هي تقرص الانسان. الكومن الحاجات اشهر حاجه الاويل بتاعت سيترونيلا والاندولين، دي انا بيترشوا على الجلد فيطرد الموسكيتوز ان هي تقرص الايه الهيومن. في حاجه تاني بنسميها الانيمال بارير. قصه الانيمال بارير دي ايه؟ الموسكيتوز ليها بلود بريفرنس، يعني بتحب دم معين حسب السبيشيز. في انواع من الموسكيتوز بريفير الهيومن بلود، فدي بنسميها انثروبوفيليك. انثروبوفيليك يعني الفيدنج بتاعها بتحب الهيومن بلود عن الانيمال بلود. في انواع تانية زوفيليك، زوفيليك يعني بريفير الانيمال بلود، بريفير الانيمال بلود. فانا عارفه ان المكان ده خلاص في نوع من انواع الموسكيتوز دي، الموسكيتوز زي الكوليكس والانوفليس، الانوفليس بريفير الهيومن بلود خلاص، فدي مش هينفع فيها الانيمال بلود. لكن حاجات زي الكوليكس والكلام ده دول بريفير الانيمال بلود. فانا لو جنب البيوت مثلا، المنطقه دي منتشره جدا فيها البسكويت، جنب البيوت اخلي المكان المزرعه بتاعه الحيوانات او المواشي قبل البيوت او جنبها، بحيث ان لو في موسكيتوز بتروح للايه بتروح للانيمالز بدل ما انها تبقى تصيب الانسان. دي فكره الانيمال بارير، بس دي قلنا ما بيبقاش ليها ما بتبقاش افكتيف الا لو ان الموسكيتوز الموجود في المكان ده زوفيليك، يعني بتحب الانيمال بلود عن الهيومن بلود، بريفير الانيمال بلود عن الهيومن بلود، فتبقى اتراكتد للانيمال عن الايه راذر ذان هيومن. دي فكره الانيمال باريرز. طب انا كده عملت كنترول للادلت، هعمل كنترول لللارفا. اللارفا احنا قلنا اللارفا ستيج والبيبا ستيجز الاثنين دول بيبقوا اكواتيك، يعني بيبقوا موجودين في الماء، فالكنترول بتاعهم هيبقى الابلكيشن بتاعنا هيبقى كله على البوندز الليكس، اماكن تجمعات الميه. فلو انا عندي اماكن تجمعات الميه، مصارف بتاع ما هواش انا بستخدمها تمام، ده بيبقى مرتع وبريدنج بليس بقى للموسكيتوز، فطالما انا مش بستخدمها في الري او في ملهاش حاجه مفيده، فانا اعمل لها فيلنج، اعمل لها دريننج للمصارف دي طالما هي غير مستغله، وبالتالي فانا بخلص من مكان البريدنج بتاع الموسكيتوز. دي حاجه. الحاجه الثانيه
لو لا المصرف او الترعه دي انا ما ينفعش ان اعمل لها فيلنج وما ينفعش ان اعمل لها دريننج لانها بتستخدم. طب انا ازاي اخلص من اللارفي والبيوبا اللي بتبقى موجوده فيها؟ ممكن بيترش على السيرفس بتاعها اويل. الاويل ده نوع معين من الزيوت بترش على السيرفس بتاعها هيعمل سافوكيشن للاربا والبيوبا. انا لما احط الميه زيت معين من الزيوت على على سطح الميه، اللارفا والبيوبا دي بتتنفس من سطح الميه خلاص، بيبقى ليها ريسبيراتوري اوبننج، فتحات تنفس بتبقى اوبن على السيرفس بتاع الميه. فانا لما ارش اويل تمام هعمل لها سافوكيشن، هسبب لها اختراق وتموت خلاص، ودي بتبقى فعاله جدا اجينست اللارفا والبيوبا. في حاجات تاني بيبقى الكيميكالز بنعمل لها داستنج، حاجه اسمها باريس جرين تمام. الباريس جرين ده بيبقى عباره عن باودر بيترش على سطح الميه. الباريس جرين ده بيبقى بويزنس، السمك بويزن. السمك بويزن يعني اللارفي احنا قلنا بتبقى فيدنج بتاكل، هتتغذى عليه هيعمل توكسيستي للارفا وتبتدي تدوي خلاص تموت، ده بالباريس جرين. لكنه مش افكتيف للبيوبا لان البيوبا نون فيدنج، عشان كده البيوبا طريقه العدوى طريقه الكيلينج بتاعتها وازاي نعملها كنترول، ان اما انا ارش على سيرفيس اويل فاعملها سافوكيشن، او ان في حاجه تاني احنا في حاجه انواع من الفيش صغيره جدا الهيومن ما بيستخدمهاش اسمها جمبوزيا فيش، ما بياكلهاش الهيومن لانها صغيره قوي خلاص. الجمبوزيا فيش دي بتتغذى على اللارفا والبيوبا بتاعت الموسكيتو اللي موجوده في الميه خلاص. يبقى انا بستخدم ناتشرال انمي، ناتشرال انمي بتخلص منه من اللارفا والبيوبا الموجوده في الميه من غير ما يضرني في حاجه تمام، اللي بنسميها الجمبوزيا فيش، اللي بتبقى فيش صغيره قوي ممكن نعملها بريدنج في الميه وتبتدي تاكل لي اللارفا والبيوبا وتخلصني منها. ده كل ده الميجرز اللي احنا بنعمل بيها كنترول للموسكيتوز، سواء انا بعمل كنترول او ميجرمنتس اجينس الادلت او اجينس. احنا كده خدنا اول جزء من الديبترا اللي هي فاميلي كيوليسيني والانوفليني او فاميلي كيوليسيدي الاولانيه الكبيره خالص اللي هي تشمل الموسكيتوس. في حاجه تاني اسمها سودو موسكيتوس، سودو موسكيتوس اللي هي الهموشه يا جماعه خلاص، دي اللي هي فاميلي سايكوديدي، فاميلي سايكوديدي او الساند فلايز، الساند فلايز، ساند فلايز دي بتبقى شبيهه بالناموس لكنها دي بتبقى ماينيوت انسكت، ماينيوت انسكت. الانسكت دي بتبقى صغيره جدا، بتبقى من 1 ل 3 مايكرون، صغيره جدا قد حبه الرمل، عشان كده بنسميها ساند فلاي. الاسم العلمي ليها بنسميها فلوبوتوماس، فلوبوتوماس اشهر سبيشيز اللي هي فلوبوتوماس بابيتاسي. فلوبوتوماس بابيتاسي دي موجوده في منطقه الشرق الاوسط، موجوده في التروبكس. الميتامورفوز بتاعها كومبليت ميتامورفوزس، يعني ليها ادلت ايج لارفا بيوبا. الهابتس بتاعتها دي بتبقى بور فلاير، في البوتما زي ما انتم شايفين بتبقى صغيره جدا، بيبقى لونها جري شيلو كده ان كلر، وبتبقى سلندر ورفيعه، والسوركس بتاعها بيبقى ليه زي هامب كده، يعني بيبقى مرتفع خلاص زي الهامب بتاعت الجمل تمام. وبتبقى فيري هيري، بتبقى فيري هيري، الوينجز بتاعتها بيبقى عليها سكيلز وهير كتير تمام. اللي في البوتماس بابيتاتس دي بتبقى هوبينج، هوبينج يعني زي بتنط كده، بتطرش قوي خلاص، بتتحرك في مسافات قصيره. دي بتبقى اكتف ات نايت، نوكتيورنال اكتف ات نايت. في البوتماس زي الموسكيتوز بتبقى الفيدنج هابت بتاعتها بتبقى الفيميل هما اللي بيبقوا بلاد سكر، والميل هما اللي بيتغذوا على البلانت جوز، يعني اللي بتبقى انفكتيف واللي بتنقل لنا العدوى هي الفيميل، لانهم دول البلاد ساكرز دول اللي بيعملوا بايتنج وسكشن للبلاد من الهيومن، لكن الميل بيبقوا الفيدنج بتاعهم بيبقى على البلانت جوز زي في الموسكيتوس بالظبط تمام. مشكله الفلوبوتمس او سودو موسكيتوس بتبقى صغيره جدا، في حكايه الوايرز والسكرينز والنتس ما بتنفعش معاهم، لان ممكن يعني اهميه الفلوبوتمس طبعا المين انها بتبقى من اشهر حاجه بتقول لنا الليشمانايسيس خلاص، بتقول لنا الليشمانايسيس الليشمانيا تمام، الليشمانيا ديفان والليشمانيا تروبيتا تمام. في نوع تاني اللي هو اسمه الليشمانيا برازيلينزي اللي بيعمل نيكوتينيس ليشمانايسيس، ده السبيشيز من السودو موسكيتوس او السايكوديدي اللي بنقولها اسمه لوتزومايا. يبقى اللوتزومايا ده نوع الساند فلاي اللي موجوده في امريكا، موجوده في ساوس امريكا، اللي هينقل لنا ليشمانيا برازيلينزي اللي بتعمل نيكوتينيس ليشمانايسيس خلاص. لكن الليشمانيا دي فاندروفان والليشمانيا تروبيكا بيتنقلوا في بالفلوبوتماس. يبقى اللوتزومايا دي شبيهه للفلوبوتماس، لكن مكان البريدنج بتاعها بتعيش فين؟ بتعيش في منطقه ساوس امريكا، اسمها لوزوماي. ايه تاني هتنقله لنا الفلوبوتمس بابيتاسي؟ بتعمل حاجه اسمها ساند فلاي فيفر،
ساند فلاي فيفر، وده بيبقى فيرال ديزيز او بنسميها البابيتاسي فيفر او 3 دايز فيفر. بتنقول لنا حاجه اسمها البارتونيلوزيس او لوريا فيفر او الكيريونز ديزيز. البايت بتاعه الساند فلاي بتاعتها نفسها بتسيب لوكال انديوريتد ليجن، يعني بتسيب منطقه بتبقى طف وناشفه كده شويه، خلاص بتبقى بتسيب لوكال انديوريتد ليجن. يبقى السايت اوف ذا بايت بيسيب لوكال انديوريتد ليجن، بتقول لنا فايرال ديزيز وبكتيريال ديزيز زي ساند فلاي فيفر وبارتونيلوزيس. بتقول لنا طبعا البارازيتك ديزيز الاشهر اللي هو الليشمانايسيس، سواء كانت فيسترال ليشمانايسيس او كوتينيوس ليشمانايسيس. تالت فاميلي معانا فاميلي سيميوليدي اللي بتشمل جينس سيميوليوم او البلاك فلايز. السيميوليوم دي او البلاك فلايز بنسميها الكوت فلايز، دي برضو بتبقى سمول فلاي ستاوت كفرد بوايت او يلو او سيلفري هير على الابر بورد بتاع الوينج بتاعها. بنلاقي ليها همبت سوركس، ودي بتبقى البريدنج بتاعها على الرابيدلي رانينج ستريمز. السيميوليوم بتبقى موجوده في تروبيكال ريجنز. بتنقل لنا البايت بتاعتها اولا بتبقى فيري بينفول، بتعمل انتنس اتشينج، بتسيب ريزد السرتيف ليجن، وتسيب مكانها هيموراجيك سبوتس. هيموراجيك سبوتس بتقول لنا ايه السيميوليوم؟ بنقول الانكوسيركا فولفولاس او ريفر بلايندنس. الانكوسيركا فولفولاس او ريفر بلايندنس ده واحد من الفيلاريال نيماتودز. ايه تاني؟ البايت بتاعتها بتعمل او السيكريشنز بتاعتها بتعمل فيفر ونوزيا وهيدنج مع الاريتيشن اللي بينتج عن السليفري سيكريشن. فاميلي تبانيدي فيها جينس الكرايسوبس، كل نعرفه ان دي بتبقى لارج فلاي، بتبقى بي لايك يعني حجمها قريب من حجم النحله، وبرضو الفيميل فيها بتبقى بلاد ساكرز. الكرايسوبس دي بتنقل اللي هو اللي هو ده برضو واحد من الفيلاريال نيماتودز، تمام، اللي بتعمل لنا حاجة اسمها الافريكان اي وورم او اللويس. الفاميلي ماسيدي اللي فيها الماسكا دي موستيكا او الهاوس فلايس الاوردينال فلاي مع الذبابة المنزلية الموجودة في البيت. دي نون بايتنج انسكت، دي فلاي نون بايتنج مش بتقرص طبعا. السيميوليوم والكرايسوبس دول بايتنج فلايس، من الفلايز اللي هي بتقرص وبتعمل بلاد ساكينج، بتعمل ساكشن للبلاد. لكن الماسكا دي موستيكا الماوس بار بتاعها ادابتد فور لابينج اند ساكينج، دي بتعمل جرايندنج للفود زي بتطحنه كده وبتعمل له ساكشن، وتعمل ساكشن للفلويدز. اللايف سايكل بتاعتها كومبليت ميتا مورفوز. المورفولوجي بتاعها احنا طبعا خدناه في العملي، بتبقى ميديم سايزد وجريش ان كلر، وعليها السوركس بتاعها عليها لونجيتودينال ستريبس، والوينج بتاعها ليه كاركترستيك فينيشن اللي هو الكلوزد بوستيريو سيل. كلوزد بوستيريو سيل. ايه الميديكال امبورتانس للماسكا دي موستيكا؟ الماسكا دي موستيكا دي من الحاجات اللي هي الكارير فيكتورز او الكارير ارثروبود، دي من الحاجات اللي بتنقل المايكرو اورجانيزم، تمام، زي سواء كانت بكتيريا زي الفيبريو كوليرا، السالمونيلا، الشيجيلا، الايكولاي، بروتوزوا زي الانتاميبا هيستوليتيكا سيست، الجارديا سيست، هيلمنسيس ايج زي الاسكاريس والترايكيوريس والاكزيوريس والتينيا. يبقى هي كارير بتاخدها في الليجز بتاعتها او على الهير بتاعها، تمام، وتنقله للفود، وتنقله للفود. دي طريقه. او طريقه ثانيه عن طريق الهيومن فيسز، انها تبقى بيبقى انفكتد بالاورجانيزم، تبقى انجستد بالفلاي وتبقى باست وتنقله مع الستول بتاع الفلايز، وبرضه بتعمل كونتامينيشن بيه للفود. او عن طريق الفوميت دروب، الفلايز دي بتبتدي تعمل ساكشن للفلويدز وبعد كده بتعمل ريجريتيشن عشان تيجي تدوبه تاني وتبلعه. ففي الحاله دي بتاخد بالويب بروبوزز بتاعها، بتاخد الاورجانيزم وتحطه على الفود اللي هي هتاكله واللي الهيومن بعد كده بيبقى كونتاكت معاه. هل الفلايز بتعمل ديزيز؟ اللارفي بتاعت الماسكه ممكن تعمل لنا ديزيز اللي احنا بنقول عليه الميزيس، الانتصار الميزيس، تبقى اللارفات اللارفي بتاعت الماسكه او الاكس نفسها بتبقى اكسيدنتال انجستد مع الفود وتنزل في الاستومك والانتستين وتعمل لنا الانتستينال مايز او يوروجينيتال مايز.
في فلاي تانية شبيهة بالماسكة دي موسيكا بنسميها الستابل فلاي أو السموكس سكالسيترانز، ودي بتبقى شبه الماسكة دي موسيكا لكنها ممكن تبقى لارج شوية في الحجم بتاعتها، بتبقى موجودة في الأماكن اللي هي الاسطبلات بتاعة الخيول وكده. دي بتتميز إن البروبوز بتاعها بيبقى ريجيد بروبوز، والبايت بتاعتها بتبقى فيري بينفول، شايفين البروبوز بتاعها عامل ازاي؟ فالبايت بتاعتها بتبقى فيري بينفول بايت. هل هي بتنقل ديزيز؟ دي ممكن تعمل ميكانيكال ترانسميشن بالويت بروبوزز للتريبانسوم. الجينس اللي بعد كده من الفلايز هو جينس جلوساينا، ودي من البلاد ساكينج فلايز. في نوعين من الجلوساينا، الجلوساينا بالبالز والمورسانز، والاثنين دول بيبقوا موجودين في ويست وايست افريكا. الجلوساينا بتنقل لنا ايه؟ بتنقل المرض اللي هو السليبنج سيكنس او تريبانسوميزيس، هو الافريكان تريبانسوميزيس، وده من الفيتال ديزيز لانه افكتنج السنترال نيرفس سيستم. الجلوساينا السايز بتاعها بيبقى حجمها كبير، يعني مرتين ثلاثة حجم الهاوس فلاي، ممكن تبقى حجم النحلة تقريبا. الكلر بتاعها بيختلف من الجلوساينا بالبارز عن المورستانز، المورستانز بنلاقيها براون شوية والكلر بتاعها بيبقى برايت. البروبوز بتاع الجلوساينا بيبقى عامل زي الاستموكس، بيبقى ريجيد وبرومننت، انتيريور بيبقى كيتينايزد، وليه بيزل بالبت بارت. بيختلف شويه عن الاستوموكس ان بيبقى مور كيتينايزد، بيبقى مور كيتينايزد عليه كيتين عن الايه، عن الاستوموكس. ليه الارست عليه كومباوند هير. الوينج برضو الفينيشن فيه بيبقى كاركترستيك، اللي هو بيبقى بنقول عليه كليفر شيب وينج، الديسكال سيل بيبقى واخده شكل الكليفر شيب. الهابتس بتاعتها احنا قلنا ان دي بلاد ساكنج فلاي، بنلاقي بوث سكس فيها ساك بلاد. يعني احنا الحاجات اللي كنا بنقولها قبل كده كنا بنقول الفيميل هي اللي بتبقى بلاد سكر والميل لا، لكن دي لا، الجلوساينا بوث سكس ساكنج بلاد. الهابت بتاعتها بتبقى دايورنال، يعني بتبقى بايت ديورنج ذا داي مش ات نايت. والفيميل فيها فيفي بيرس، فيفي بيرس يعني لينج لارفي، مش بتضع ايجز لا، دي بتضع لارفا. ايه الميديكال امبورتنس بتاعت الجلوساينا؟ الجلوساينا طبعا هي المين فيكتور الناقل اللي بينقل لنا الجامبيان والرويزيان سليبنج سيكنس. الجلوساينا بالبالز بتنقل الجامبيان او الكرونيك سليبنج سيكنس، دي موجود في مناطق ويست افريكا، ودي بنسميها ويت فلاي. ويت فلاي لان البريدنج بتاعها اماكن الانتشار بتاعها بتبقى موجوده على الشورز، على شواطئ الانهار وفي الشيدز بتاعت التريز، فبنسميها ويت فلاي. تمام، بتلاقيهاش في البيوت، دي بنلاقيها في الايه، في الاوت دورز. الجلوساينا مورستانز دي بتنقل الروديزيان او الاكيوت سليبنج سيكنس، وده اللي موجود في السودان وموجود في روديزيا في مناطق ايست افريكا. خلاص، دي بتضع البيضات بتاعتها وتضع اللارفي، سوري بتضع اللارفي بتاعتها في اوبن دراي سبيس، اوبن دراي سبيس في الاماكن المفتوحه والجافه، مش محتاجه انها تضعها على مناطق الشواطئ. خلاص، فالجلوساينا اهمتها انها بتنقل لنا السليبنج سيكنس او التريمانسوميزيس، سواء كانت جامبيان سليبنج سيكنس او روديزيان سليبنج سيكنس. اخر حاجه في موضوع الفلايز ده، حاجه مهمه جدا او ديز مهم، اللي بنسميه المايزيس او التجويد. المايزيس او التجويد يعني ايه مايزيس؟ المايزيس ده بيحصل فيه انفستيشن او انفيجن للهيومن او الانيمال تيشو او organs باللارفا ستيج اوف دايبتروس فلايز. يعني ايه دايبتروس فلايز؟ يعني الفلايز اللي ليها جناحين، الفلايز اللي ليها جناحين. يعني ايه انفستيشن او انفيجن للهيومن تيشو او الاورجنز باللارفا ستيج؟ يعني انا عندي فلاي اهي، الفلايز دي بتضع اكز على اي انفكتد تيشو او على اي هيومن او انيمال تيشو حتى لو مش انفكتد او ديزيزد. بعد كده الاكز دي بتهاتش، بتطلع منها اللارفي اللي قدامنا دي او الماجوتس. الماجوتس دي بتبتدي تعمل انفيجن، تبتدي تدخل جوه الهيومن تيشو وتبتدي تتغذى على الهيومن تيشو، تبقى فيدنج بتاعها على الهيومن تيشو، ده اللي بنسميه مايزيس. المايزيس في اتنين علماء قسموه، في واحد اسمه باتون واحد اسمه فيشر. الباتون الكلاسيفيكيشن بتاعه لما جه يقسم الفلايز دي قسمها على حسب الهابت بتاعتها، الهابت بتاعت الفلاي. خلاص تمام، هل هي بتصيب تيشوز معينه ولا يعني سبيسيفيك ولا سيمي سبيسيفيك، ولا ليها ساركوبيوت او نيكروبيوت، هي بتحب الفليش اكتر ولا بتحب الديكينج الديزيز دي تيشو اكتر، دي بنسميها الهابت بتاعه الفلاي. البيشنت كلاسيفيكيشن قسم المايزيس على حسب الاورجان اللي هو افكتد،
يعني دي بتصيب السكين، بتصيب الاي، النوع ده بيصيب الاورال، بيصيب الانتستين، يبقى على حسب الايه الاورجان او التيشو اللي هي افكت. ده بنسميه اناتوميكال كلاسيفيكيشن. الباثون كلاسيفيكيشن قسمها احنا قلنا ثلاث حاجات، حاجه اسمها سبيسيفيك ابليجاتوري مايزيس وسيم سبيسيفيك او فاكتوريف مايزيس ونون سبيسيفيك مايزيس اللي هو الاكسيدنت. السبيسيفيك مايزيس هنا بنقول ان الهابت بتاعه الفلايز دي بتبقى ساركوبايوتس. ساركوبايوتس يعني هي بتحب التشو، محبه ان هي تتغذى على الليفنج تشو. الليفنج تشو هي ابلوجاتوري، يعني هي مش هتتغذى على اي ديكينج مثلا موجوده بره على في الصويل، لا هي بتتغذى على ليفنج انيمال او هيومن تشو، وتيجي تضع عليهم البويضات بس على الايه الليفنج تشو، البويضات او الارفي بتاعتها. دي في قسمها لكذا سيكشن. في سيكشن الاولاني بيعمل بينتريشن لانبروكن سكين، يعني انتكت سكين بتاع هيومن او انيمال ما فيهوش اي مشكله، خلاص تبتدي الفلايز دي تضع اللارفي بتاعتها، واللارفي بتعمل بينتريشن للانتكت سكين، تدخل جوه الانتكت سكين وتدينا بقى فرانكلز، تدينا بويلز، تدينا الكوتينس مايزس اللي هي تعمل. الاكزامبلز اللي هي بيعمل القصه دي في نوعين من الفلايز، حاجه اسمها الكورديلوبيا والديرماتوبيا. كورديلوبيا وديرماتوبيا مش ضروري التفاصيل بتاعهم نعرف، بس اهم حاجه نعرفها ان دول بيعملوا بينتريشن لان بروكن سكين، ودول من اسباب السبيسيفيك مايز. تاني لا ده بيبقى برضو بيعمل بينتريشن لليفنج تيشو او بيعمل انفيجن لليفنج تيشو، لكنه بيبقى اتراكتد ان هو يعمل انفيجن لليفنج تيشو ده بالسميل اوف نير باي ديزيز تيشو. يعني في ليفنج تيشو عادي تمام جنبه في انجري او في ووند، الووند ده بيبقى ليه في منه سميل اوف الديزيز دي تشو، يعني في السميل بتاعه الديزيز دي تشو بتبقى ايه موجوده. فانا عندي في سيكشن 2 الارفي بتبقى اتراكتد انها تضع البويضات بتاعتها عند ليفنج تشو، لكنها اتراكتد بالسميل بتاع ووند التشو او ديزيز دي تشو زي الجولكوشا والكرايزوماي. فانا عندي في انجري او في ووند الديزيز دي تشو ده بيبقى ليه سميل، بتبقى اتراكتد بالريحه دي الفلايز، خلاص فالفلايز هتبتدي تتجمع تمام بالريحه دي وتبتدي تعمل انفيجن للووند والنير باي تشو، يعني مش تاخد بس الووند كمان تدخل على الليفنج تشو اللي جنبها دي مع الولفارشا والكرايزوماي. سيكشن 3 بتبقى فيها ايه ان اللارفات هتبتدي تطلع الاكس او البيضات بتاعتها على البادي اورفيسز، على البادي اورفيسز يعني عند النوز، عند الاي، عند اللي هي النوسترز، عند الاير تمام، بتضع الاكس او اللارفي بتاعتها عند البادي اورفيسز بتاعه الهوست زي مع الاوستراس، الهايبوديرما، الجاستروفلس تمام. دي اللي هي سيكشن 3، دول بنسميهم كلهم سبيسيفيك مايز. سبيسيفيك مايز السيمي سبيسيفيك او الفاكولتيتيف مايزز ده الغالب بتاعه الفايز النورمال بتاعها انها بيبقى المناطق الريدنج الاماكن اللي هي بتضع فيها البويضات بتاعتها هي على اي ديكينج اورجانيك ماتر، اي ديكي يعني اي اورجانيك ماتر، اي ماتيريال متحلله خلاص، سواء كانت انيمال او فيجيتابل او اي حاجه، اي روت ان فليش متعفن هتبتدي تضع عليها البويضات تمام، تضع عليها البويضات ويحصل لها جروس. طب هي لو حصل ان في كونديشن شبيهه بكده، يعني في الهيومن ده عنده ديسشارج من الاير بتاعه مثلا، عنده ديسشارج من النوز، عنده سور قرح تمام، في سيبتيك ووند، في سيبتيك ووند تمام، فهي هتبتدي تضع عليهم البويضات لان هم دول شبه الروتين فليش اللي هي بتتغذى عليهم، دول كومن مع زي الايه الساركوفاجا، الولفارشيا، اليوسيليا، الكاليبورا خلاص، دول بنسميهم فاكولتيتيف ساركوبايوتس، يعني هما فاكولتيتيف ساركوبايوتس، يعني هما مش الطبيعي بتاعهم ان هما يتغذوا على الليفنج تيشو، الفيدنج بتاعهم يبقى على الليفنج تيشو، لا دول هما بيبقى الفيدنج بتاعهم نيكروبايوتس. نيكروبايوتس يعني بيتغذوا على النيكروز تيشو، التيشو اللي فيه نيكروزس، التيشو اللي فيه نيكروز، اللي فيه ديكينج المتحلل، اللي فيه نيكروتيك تيشو تمام. لكن في بعض الحالات يبتدي يدخل على ليفنج تيشو لو ان في حاجه شجعته، ده شبيه بالنون سبيسيفيك مايزيس، شبيه بسكشن 2 في السبيسيفيك مايزيس، سوري شبيه بسكشن 2 في السبيسيفيك مايزيس، ان في عندي ديزيز دي تيشو عمل اتراكشن للفلايز دي تمام. بس طبيعه الفلايز هنا هم اكتر ما بيتغذوا على ديكينج ماتر، يعني اكتر ما بيتغذوا على نيكروز دي تيشو تمام، اي ديكينج، اي مواد متحلله الطبيعي بتاعهم ان هم بيتغذوا عليه زي الكاليفورا والساركوفاجا والولفارشي
خلاص الكاليفورا والسيكوفاجا والرفاشيا والكاليفورا والسيكوفاجا والرفاشيا دول الفلايز اللي بتبقى كومن مع اي ديزيز انيمال قال لو تنتشر، دول الفلايز اللي بياكلوا الجثث المتحلله والانيمال لما تلاقيه متحلل بتلاقي دول الفلايز اللي بيبقوا عليه، خلاص ده طبيعي بتاعهم. لكن لو انا عندي ووند والووند ده نكروز، ده عندي ابسس في مناطق فيها بس طالعه، بيبقوا اتراكتد بالسميل بتاع النكروز تيشو ده ويبتدي يعملوا انفيجن للليفنج تيشو الموجود. الاكسيدنتال او النون سبيسيفيك مايزس او اللي بنسميه سودو مايزس او اللي بنسميه سودو مايزس دي بتبتدي الفلايز بتدخل جوه جسم الانسان باي اكسيدنت، بتدخل جسم الانسان باي اكسيدنت. يعني انا باكل فود والفود ده كونتامينيتد بالاجز او باللارفي بتاعه الفلاي فانا ببلعها فبيحصل لي اكسيدنتال انتريك مايز، اكسيدنتال انتريك مايز زي مع الماسكا والسركوفاجا والدروسوفيلا، خلاص دي طبعا تعمل ابدومينال بين وبتعمل نوزيا وفوميتنج وهكذا. فانا اخدتها باي اكسيدنت، اخدتها باي اكسيدنت، دي مش اكشوال مايز، ده سودو مايز. تمام. ايه تاني؟ في حاجه اسمها اكسيدنتال يورينري مايز، الناس اللي بتعمل ديفيكيشن او يورينيشن في الاوت دورز في الشارع او حاجه زي كده، وفي فلايز والفلايز دي وضعت البويضات بتاعتها على اليورينري مايتس فهتبتدي تهاتش وتطلع لارفي، يبقى ده باي اكسيدنت، ده باي اكسيدنت. والكومن فيها اللي هي الفانيا كانيكولارز او اللاترين فلايز، اللاترين فلايز المراحيض العامه بتلاقيها كومن فيها الايه اللاترين فلايز دي اللي هي اللي مسميها الفانيا، خلاص. فبتضع البادي اورفيسز مع اللاك اوف سانيتيشن، ما بيبقاش فيه نظافه كويس وبتاع، فتبتدي تضع الايه البويضات بتاعتها على اليوريثرا المايزس وتدينا اكسيدنتال يورينري مايز. يبقى دي انواع المايزس سبيسيفيك سيمي سبيسيفيك او فاكولتيف واكسيدنتال او نون سبيسيفيك مايز. المايزس من المواضيع المهمه جدا واللي لازم يجي في السيف سؤال او اتنين في الامتحان. اخر حاجه البيشو كلاسيفيكيشن. البيشو كلاسيفيكيشن هنا قسم لنا انواع المايزس على حسب المكان. لو هو في السكين بنقول عليه سكين مايزس او كوتينيوس مايزس زي مع الكورديروبيا والدرماتوبيا الجاستروفيلس الهايبوديرما وهكذا، خلاص. الانتريك او الانتستاينال مايزس، خلاص، اللي بتعملها الماسكا الساركوفاجا وهكذا. النيزوفارينجيال من الحاجات اللي بتعمل نيزوفارينجيال مايز يعني افكشن للنوسترلز والفارنكس زي الصوره اللي قدامنا كده. الاوستروس الفلاي اللي بنسميها الاوستراس اوفيس دي بتعمل نيزال مايزز كومن جدا فيها. الاورال او الاوريكولار او الاوتو مايز اللي بيبقى فيها افكشن للايرز بيبقى اتراكتد بالديستشارج، لو في شخص عنده انفلاميشن في الايرز وفي ديستشارج طالع من الاير بيبقى اتراكتد للفلاي. الاكزامبل هنا الساركوفاجا كومن جدا هتعمل اورال مايزز. الاوكيولار مايزز او الافسال مايز ان يحصل انفلاميشن يبقى في انفلاميشن او ديستشارج موجود في الايز كونتراكتيفايتس ولا حاجه فبيبقى اتراكتد ليه الايه الفلايز تضع البويضات وخاصه الاوستراس، يبقى الاوستراس تعمل نيزال مايزس وتعمل اوكيولار مايزس. اليوروجينيتال مايزس احنا لسه قايلينها اللي بيبقى فيها ان الادلت فلايز الفلايز تضع البويضات بتاعتها على اليورينري مايتس، تمام، وتدينا الارفي زي مع الفانيا، خلاص، وبتدي تعمل انفيجن لليوريثرال باسجز كلها لليوريثرا والكلام ده كله تدخل لجوه كمان، تمام. دي اللي بنسميها اليوروجينيتال مايزس. يبقى احنا قسمنا المايزس على حسب المكان بتاعها، كوتينيوس او سكين مايزس او ووند مايزس. اشهر حاجات اللي هي الووند مايزس، تمام، اللي بيبقى فيه انفلاميشن او في انفلتريشن للووند. المايزس كومن مع الاورثوبيديك بيشنتس، لو شخص مثلا عنده كسر مضاعف او حاجه ومحجوز في المستشفى والشخص ده بدريدن وعندك جرح مفتوح يتكون عليه الايه المايزس، خلاص. لو شخص عامل عمليه وفي مكان مش نظيف كويس وما هواش فيه دريسنج كويس للجرح، يعني مش جرح مش كل شويه نغير هنشيل الغيار بتاعه وننظفه، كومن ان يتكون عليه فلايز، فانت هتلاقيها في جراحه هتلاقيها في عظام. لو شخص في عنايه، العنايه دي النوزوكومي، في حاجه اسمها نوزوكومي انفكشن العدوى اللي بياخدها البني ادم في المستشفى، لو شخص في عنايه وشخص ده كوماتوز مثلا او فاقد للعدوى فاقد للوعي كومن جدا ان تلاقيه يحصل له نيزال مايزس، تحصل له اورال مايزس في الماوز بتاعه، يحصل له نيزوفارينجال مايزس، يحصل له اورال للاير بتاعه لو في ديستشارج طالع من الاير ولا حاجه. فالناس الكوماتوز والبيد ريدن واللي هم ما بيلاقوش عنايه كافيه كومن انك تلاقي يحصل معاهم قصه المايزس دي. المايزس كومن هتلاقيها في الاي ان سي في بتوع انفلوزن كتير ما بيلاقوها في الاير، بتلاقيها في العظام، بتلاقيها مع بتوع الجراحه لو ان الشخص ده عامل عمليه ولا حاجه ومش عامل دريسنج كويس. كومن تلاقيها مع الناس اللي هم عندهم دايبيتك فوت،
الناس اللي هم عندهم دايبيتك فود ده بتتكون فيه قرح بتتكون في رجليهم، والناس دول بيبقى عندهم مشكله في السنسيتيفيتي بتاعتهم، الاحساس بتاعتهم للبريفرال بارتس بتاعتهم بيبقى ايه في مشكله. فده كومن انك لو ما فيش دريسنج كويس للقدم السكري دي او للقرح اللي هي بتتكون في رجليهم هتلاقي تتكون عليها الماجوتس بتاعت الفلايز وتدينا الووند مايز، ودي من الحاجات اللي هي كومن جدا.